يعني قبل قليل يعني كان هناك استهدافات عنيفة لمنازل المواطنين في بلدة بني سهيلة، حيث نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ووحدات الهندسة الإسرائيلية عدد من منازل المواطنين في منطقة بلدة بني سهيلة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قيام الآليات الإسرائيلية وأبراج المراقبة العسكرية على طول السياج الحدودي بإطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه عدد من المواطنين. حتى اللحظة تم نقل مواطنة أصيبت برصاص قناص إسرائيلي في منطقة شرق الفخاري أيضا في شرق خان يونس، وتم نقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، فيما لا تزال عمليات إطلاق النار والاستهدافات للمواطنين مستمرة في المناطق الشرقية من خان يونس، تحديدا بلدة عبسان وبلدة بني سهيلة، فيما يسمع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة السطر أي الغربي ومنطقة القرارة. وعلى ما يبدو أن هناك عمليات إطلاق نار من قبل، هناك اشتباكات مسلحة ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر. شهدت أيضا المناطق الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا المناطق الغربية والغربية الجنوبية، عمليات قصف عنيفة، سمعت ذوي انفجارات ضخمة سمعت من هنا من مدينة رفح جراء قيام المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف أعداد كبيرة من منازل المواطنين في منطقة حي الأمل، الحي الإماراتي، المخيم الغربي ومحيط مجمع ناصر الطبي ومنطقة قزان أبو رشوان، سلسلة من الانفجارات بالإضافة إلى استهدافات عديدة في منطقة وسط مدينة خان يونس. لكن حتى هذه اللحظة لم يصل إلى المشافي أي يعني شهداء جراء هذه الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق غرب خان يونس. أما هنا في مدينة رفح فالأوضاع لازالت متوترة، خاصة بعد الغارات العنيفة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ومساء أمس، عندما أغارت الطائرات الإسرائيلية على عدد من الأهداف في مناطق رفح. لكن هذه الغارات استهدفت أراضي زراعية وأبنية فارغة، لم تؤدي إلى وقوع عدد من الشهداء. لكن أكثر ما يخيف الأوضاع هنا أو ما يخيف السكان في جنوب قطاع غزة هو استمرار التحليق المكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تأخذ مهمة البحث والمراقبة والتنصت والتجسس على كل شيء، وذلك تمهيدا لاستئناف عمليات القصف الإسرائيلي على هذه المدينة التي يوجد بها 1,300,000 نازح يعيشون ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة في ظل استمرار إسرائيل بسياسة تجويع قطاع غزة من خلال تقليص حجم المساعدات الإنسانية والشاحنات التي تصل عبر المعابر إلى سكان قطاع غزة، لا سيما إلى مدينة غزة وشمالها. والأوضاع تزداد صعوبة خاصة بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الدوليين والذين تم قصفهم من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية في وسط قطاع غزة، وتعليق برنامج الغذاء العالمي يعني أو المطبخ العالمي عمله في قطاع غزة بسبب هذه الجريمة التي تسببت أو تمت بطريقة متعمدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ولاقت إدانة دولية كبيرة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل إبراهيم قنن مراسل الغد، كنت معنا من رفح. شكرا إبراهيم.